لماذا نستمر في بعض العادات والسلوكيات رغم معرفتنا بأن هذه العادة أو السلوك سيء أو ضار؟ ولماذا نصرف معظم الوقت والاهتمام في ممارسة هذه العادة أو هذا السلوك؟ لنتعرف عن مشكلة الإدمان وأسبابه ومظاهره وكيفية التعامل معه، تابعونا في الحلقة القادمة من برنامج توازن للصحة النفسية، فنتمنى أن تكونوا على الموعد. برنامج توازن مع الدكتور حسن بن عقيل يأتيكم بإذن الله على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.